احنا سعداء في الحضور الى بلدنا العراق الشقيق، وحنا قلنا قبل ايام قليله اللي طافت حضرنا هنا في البروفه النهائيه مع المنتخب العراقي الشقيق، واستفدنا من المباراه للفريقين. استعداداتنا مثل ما انت عارف احنا فريق تقريبا 70% لاعبين اول مره يلعبون في دورة الخليج، وجيل من الشباب، لكن عندنا ثقة فيهم. مثل ما انت عارف احنا زعيم هالبطولة 10 ألقاب، فأنتمنى بإذن الله نقدم مستوى يليق بسمعة الكرة الكويتية. يعطيكم العافية على هذا اللقاء، وأشكر الإخوان في السفارة الكويتية على كافة التسهيلات، والإخوان القائمين على الاتحاد العراقي على الكرم وحسن الضيافة، وهذا إن دل على كرم وطيبة أهل العراق. وإحنا اليوم في بلدنا الثاني وما هي قريبة عليكم. بخصوص استعداداتنا، إحنا الأمانة على أهبة الاستعداد، جاهزين مكتملين الصفوف إن شاء الله. كرة القدم كرة تنافسية، نأمل أن نصل إلى أبعد نقطة في كأس الخليج. أنا دائما أقول البصرة آمنة، ومن هذا المنطلق أدعو جميع الجماهير الخليجية لحضور ودعم منتخباتها ومؤازرتهم إن شاء الله، لأن دائما وأبدا حلاوة كرة القدم في ظل الحضور الجماهيري.